باغي نقول سي سلامي والله يرحم الوالدين، راه ماشي وقت المداوره دابا، راه 40 يوم وهي محبوسه البطوله بسبب المنتخب المحلي، فهمتي؟ راه ماشي رد اللعبه ما لاعبين والو باش غادي يدير هو المداوره ولا شي حاجه، فهمتي؟ راه خاصو يكون ان ايكيب تيب، فهمتي؟ والحمد لله للفيفا عطينا 5 ديال الاحتياطيين ندخلهم، فهمتي؟ باش كل ماتش لاعب بتشكيله راه حشومه راه كضعف الفريق. السلامي خرج على الفرقه، في الاول جا لعب واحد النظام زوين، اما دابا ولا كيخربق، من الاحسن يحط سوارتو يمشي فريق الرجاء، فريق كبير عليه، ماشي يحسب ليه منتخب محلي ولا شي حاجه، فريق الرجاء راه فريق كبير، خاصو مدرب كبير من الاخر. ماشي في صالح الرجاء، ماشي في صالح الرجاء، هي كرة القدم فيها الخسارة وفيها الربح، ولأن هذه ماشي من صالح الرجاء. هاد التعادل ديال اليوم هاد الترومبو اللي ما ربحناش راه ماشي كنوجهوا المسؤولية للسلامي، راه حتى اللعابة، حتى الرحيم يزقل. ماشي في النيفو هاد العام، كيبقى يدير ديك المداورة بزاف، مرة مدخل هذا، مرة مدخل هذا، ما خداماش لينا حنا يا خويا، حنا يا خويا بغينا انتصارات، بغينا الربح، الرجاء معروفة بالألقاب، بغينا الألقاب، بغينا نفرحوا جمهور الشعب بالرجاء، فهمتي؟ وخصو خصو يبدل التشكيلة ديالو، يبدل الخطة باش كيلعب، ويبدل هذيك العقلية ديالو، يبقى يحط اللاعب مزيان، ويبقى يدخلنا حنا ناناح في الماتشات اللي داز، وضيعهم لينا بداك ناناح. أداء يتراجع مباراة على مباراة، إذا التغيير ضروري. الإدارة الفنية غير في السلامي المدرب. السلامي يمشي بحال هكا. واه ضروري. ما خدامش لينا السلامي. بكاري يديروها بكاري، شي بكاري أحسن من السلام. وضع النقاط بزاف كيدير يعني. جمال السلام كحمل المسؤولية، والرئيس الراجل حتى هو كذلك ما جابش اللعابة في مستوى، ما جاب حتى شي حاجة. أي رئيس كيجي الراجل كيقول لك عندنا أزمة، عندنا أزمة. والراجل ما عندوش أزمة أصلا في هذا الشيء كحكام.